ورجعنا لحضراتكم بعد الاستعراض الجميل والصورة الحلوة فيها ماتيريال بس، ولكن معانا مخرج شاطر للأمانة وفريق عمل شاطر جدا. حابين نوصل رسالة. ايه الرسالة يا عم الشيف؟ ان احنا مش جايبين حاجة مش موجودة. والله العظيم لو فتحت درج التلاجة هتلاقي 5-6 حبات كوسة موجودين، كنت عاملة محشي كوسة الأسبوع اللي فات وموجودين عندك. تعال نعملهم شوربة النهاردة لطيفة وجميلة بالجبنة الموزاريلا، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ودايما نقول الكرفسي ملك الشوربة. مكونات شوربة الكوسة على الشاشة: كوسة، موزاريلا أو شيدة، الاتنين معايا اللي انت حباه نحطه، ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا كرفس وشوية حب من التوابل، توابل الكوسة: كزبرة، كمون، بابريكا وشوية ملح وفلفل. مقادير بسيطة وسهلة، تعالوا نعملها مع بعض. هشيل دي من السكة عشان الصورة الحلوة تبان، ونجيب حلة الشوربة الحلوة بتاعتنا ونشوف ازاي نعمل مع بعض شوربة الكوسة بالجبن. طاسة على النار شديدة الحرارة. ملاحظين حاجة هنا؟ معلش بعتذر، الزبدة دي هشيلها من قدامي. الحلقة بتاعتي دايما في الأكل الصحي ما فيهاش أي مادة دهنية غير زيت زيتون. يبقى رقم واحد لما نيجي نعمل أكل صحي كل السادة المشاهدين نحط في الاعتبار استخدامنا للمادة الدهنية، لا زبدة ولا سمنة في المطبخ. خلينا مع زيت الزيتون بأقل كمية ممكنة ونعمل الشغل بتاعنا. هناخد الكوسة الحلوة دي كده نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي. لا مش هحط لها دقيق. المخرج بيقول لي الكوسة عشان تبقى لها قوام بنحط، لا ولا هنحط دقيق ولا أي حاجة. هناخد الكوسة نقطعها كده، الكوسة تتغسل ما تقشرهاش، خلي خضرها وجمالها ده يكون هو الايه العنوان بتاعها. تتغسل ازاي؟ الخضروات زي الكوسة زي الخيار بنجيب في الماركت السفنجة بتاعت اللي هي الاطباق، بيبقوا ثلاثة تقريبا عرض، اللي هي بتبقى ناحية ناعمة وناحية خشنة. انا بكلم حضراتكم على واقع بنشوفه. هتجيبي السفنجة دي وتجيبي لها كيس، وتبقي انت عارفه دي بتاعه الخضار ما تستخدمهاش غير في الخضار. بتجيب الخضار تحطيه في شويه ميه زي الكوسه مثلا زي الخيار اللي هي الخضروات اللي هي قريبه من الارض، اللي دايما لما بتبقى في الزهره بتبقى مريحه على الارض وفي حضن الارض. حلو الكلام؟ اه. ونغسلها بالميه الساعه، حبه تحشيها بتخططيها بالشوكه، حبة تقطعيها زي ما انا شغال كده دلوقتي، تغسليها كويس وما تقشرهاش. اللي يقشر الكوسة يبقى غلطان. هنخليها زي ما بعد كده. معانا كرفس، عروق الكرفس وورق الكرفس بنفرمه كده، ونروح مع بعض على النار. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ازاي شوربة الكوسة بالجبنة. المادة الدهنية هنا يا عم الشيف معلقة زيت زيتون اهي في طاسة شديدة الحرارة. حلو قوي. أهم حاجة عندي الصدمة النارية لبصلاية ناعمة حلوة تدي طعم للشوربة دي، واصبري عليها شوية. الله. واسمع صوت البصلة وهي نازلة في الطاسة. أهي. ده مهم جدا على فكرة. أنت ممكن تعملي شوربة كلها نيف نيف. يعني البصل مع الثوم مش بحبها. مهما كان بتبقى الثوم البصلايه نيه في قلب الشوربه ما بتبقاش لطيفه. فاستنى شويه واصبر شويه على البصلايه لما تاخد لون، وانا واقف كده تتحمر. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ونعلي النار هنا وتعالوا نتكلم على الاكل الصحي. عايزك لما تعملي اكل صحي تعملي الاكل الصحي اللي بيناسب كل افراد العائله. يعني مش معناته ان جوزك مطلوب يخس 5 كيلو او مثلا مطلوب ان هو يعمل رجيم يبقى انا كل الاسره تعمل، لا بالعكس، خليكي في الوسطيه. والوسطيه حلوه قوي انك تعملي اكل الكل يتقبله. شوربه الكوسه اللي هعملها دلوقتي داخلها جبنه موزاريلا، هتبقى لطيفه وجميله، الصغير والكبير يشرب منها. هتقولي لي بنسبه كام صحيه؟ بنسبه 80% 70%، مش لازم تكون بنسبه 100%. يعني الرجيم القاسي او الاكل الصحي اللي هو خالي من كل حاجه ما بيبقاش لطيف للامانه. عشان كده بقول خلي يوم في الاسبوع اكل صحي، والوقايه خير من العلاج. بصلايه في معلقه الزيت حمرتها خدت لون اهي، شفت ازاي؟ ما فيش زيت كتير، ما فيش سمنه، اه بالشكل ده كده. اهم حاجه بالشكل ده كده. معانا الكوسه
ومعانا الكرفس ينزل كده هنا، الله، ونخليها تستوي بقى براحتها، عشان كده انا بدأت بيها، تاخد وقتها في السوى، ما استعجلش عليها لغايه لما تتهري. في طريقتين ان احنا ننعمها. الطريقه الاولى نسيبها لما تبرد وتضربها في قلب الخلاط كانك بتعملها عصير، ودي طريقه بتبقى يعني خطورتها وارد انك تنزلي بيها سخنه في قلب الخلاط، الخلاط يبوظ منك تدعي عليا، ووارد تصبري عليها لغايه لما تبرد وتعدي بخير وسلام. الطريقه الثانيه اللي هي الامنه، انك انت من مصروف البيت يا ست الكل، يا ست الحبايب يا عروسه، بتجيبي الهاند ميكسر بتاعنا، وده بثلاثه تعريفه، يعني سعره لما تحطيه في علامه تساوي جنب الفوائد بتاعته وجنب راحتك، اكيد طبعا سعره هنا ولا حاجه. ده كده خلاط يدوي او مضرب يدوي بيفرم لك الشوربه اللي انت عايزاها وهي على النار، وهو ضد درجه الحراره وجميل جدا. ما اعملش اعلان عنه، بالعكس. وده موجود يعني. نقلب البصلايه، الله، مع التومه مع الكوسه، حطيت حبيتين جزر حلوين كده يدوا طعم، ونقلب كده الحلويات دي. الشتاء مطلوب ان احنا نعمل شرب كتير، عملنا شوربه العدس بكل مشتقاتها وهنعملها برضو بافكار جديده. عملنا العدس الاصفر والعدس ابو جبه الاسمر الجميل اهو، عملناه طواجن اهو، عملناه مافن كسر الدنيا، حاجه كده زي الكب كيك، لطيفه وجميله، الاولاد حبوه، انا متاكد انك انت عملتيه احسن مني. ننزل طبعا بالميه بتاعتنا، بتكون بتغلي، مهمه جدا عشان ما تاخدش وقت كبير منك في السوا. الله الله الله، زلزال، سمي بسم الله بس، خلاص. ونقلبها كده، خلصت الشوربه، طبق شوربه للامانه يعني، مع شريحه من التوست متحمره، وجبه مع طبق السلطه زي اللي عمله دلوقتي، وجبه. هتقولي لي فيها كل العناصر؟ فيها الدهون، فيها الفيتامين اللي انت عايزاه، فيها حاجات الياف لمشاكل القولون. خلوا الشوربه تستوي على النار علشان محتاج ان هي تتهرس كويس. تعال، الله، ناخدها بعيد عن النار، ربنا يكفينا شر النار. شفت مصروف البيت بيعمل ايه؟ الله، كوسه انا بحبها مهروسه خشن مش ناعمه قوي، يعني تبقى شخصيتها باينه. يعني ممكن تهرسي نصها وتسيبي نصها، مش كلها. تعالي بقى اضربها في الخلاط، هتدعي عليا السنين. ليه؟ لان الخلاط طبعا فيه في السكينه بتاعته بلاستيكيه كده، دي اللي هتسيح وتدعي عليا. خلي بالك لو جبت خلاط مصروح حتى من حديد ما ينفعش تضربي فيه السخن. هقول لك على حاجه حلوه، فرمتها كده، سيبي فيها شويه كوسه سلام عشان اللي يشرب منها ما يفتكرهاش بسله. بس خلاص، معانا الموزاريلا، معانا الشيدر على نار كده، الله، يلا بينا، يلا بينا اهو. ممكن تحطي بس موزاريلا، عارفه ليه بقى؟ عشان اللون يبقى ابيض ولطيف وحلو. نقلبها كده، الله، جربيها، اطلعي من شوربه العدس بقى، مش كل يوم تعملي لاولاد شوربه عدس. شفت قوامتك؟ ما حطيتش دقيق ولا نشا. نقدم الشوربه عشان عندنا سلطه عايزين نعملها لحضراتكم، التفاحة الحلوة دي كده. السلطة دي مكوناتها لطيفة وجميلة في متناول الجميع، بتصدرها البصل الأخضر وطماطم وزيتون. الله، توابلنا شوية فلفل، شوية ملح، سنة بابريكا،
عايزة تحطي كمون حطي، بس الكمون هنا الجبنة الموزاريلا تنفر منه. خلي بالك. الله، ناخدها زي ما هي كده. يلا يا شباب حبايبي مخرجينا، هو ده. اللهم صل على النبي. الله، ألف هنا وشفاء للي يشرب منها. دي شوربة الكوسة بنسبة كام يا مغني؟ تشغل نسب النهاردة، هو احنا التنسيق بتاع الثانوية العامة بدأ بجد بنسبة تقريبا 75%، يعني الطب بعون الله.